بدأتي. دي تجربة الماجنيتيك مومنت. دي عندنا البوصلة اللي هنحسب عليها. أول حاجة لازم أظبط المؤشر يبقى على الزيرو، فببدأ أحركها كده لغاية ما المؤشر هنا عندي يتظبط على الزيرو. تمام، بيبقى عندي 2 مغناطيس، بيبقى عندي 2 بار، بستخدم واحد فيهم الأول. المفروض بيبقى فيه واحد مكتوب عليه واحد وواحد عليه 2. لو مش مكتوب أنا بعتبر واحد فيهم بس بثبته عشان أعرف. وببدأ أقيس عند، بحط المنتصف بتاعه بالظبط عند كذا حاجة. يعني أول حاجة هاخد عند رقم 14 واشوف عندي هيبقى الزاوية هنا كام. هاخد الزاوية هنا 1 و2 وهقلب المغناطيس واحطه عند نفس الرقم 14 برضو، واخد 3 و4. بعد كده اوديه عند الناحية الثانية نفس الكلام عند نفس الرقم 14، وهحسب برضو هنا الزاوية 5 و6. بعد كده هقلبه واحسب 7 و8، وهعمل الموضوع ده عند كذا نقطة. وبعد كده هجيب الافرج بتاعتهم، ومن ناحية هجيب الكوتان، هجيب اللي هي كوتان ثيتا. وبعد كده هناخد المغناطيس هنثبته عند نقطة، هنعتبر النقطة ديت عند 20 مثلا. هنروح حاطينه عند 20 هنا، ولازم واتأكد ان الاول ان المغناطيسين القطبين زي بعض، يعني ما اما اعمل هنا ما يحصلش يبقى كده تناقض. تمام، هحطه هنا عند 20 اثبته واتأكد ان ده زيه، يبقى ايه لازم يبقى نفس الناحية هنا، ده شمالي وده شمالي. وابدأ احرك لغاية ما ايه يتظبط لي عند الصفر. هبدأ احرك لغاية ما المؤشر يتظبط عند الصفر. طبعا انا كده بس هظبطه عند الصفر واشوف بقى هنا دي المسافه انا مثبتاها، اتاكد ان دي واحد بتاعت البار دي. وبعد كده هبدا هنا احرك وهقيس المسافه دي هنا كام، برده بنقيسها من هنا لغايه اخر المسطره. المسطره الجزء دوت متاخد في القياس بس، وهحسب بقى دي هنا 2 بكام، واجيب منها الماجنتيك الثانيه الام الثانيه.